واحد بيشرب سيجاره، سيجاره فوق في السطح ورماها، حصل الاشتعال مفيش 10 دقايق والدفاع المدني جه بسرعه. لازم يجي الدفاع المدني عشان في تليفونات حصلت من الناس كلها خافت. جه بسرعه ما فيش اتاخر، اتصلنا وقفلنا الدفاع المدني كان عندنا، ما اتاخرش الدفاع المدني، وكل روايات الدفاع المدني كلها كانت موجوده والدنيا كلها كانت موجوده الحمد لله. برئيس مباحث الاسبكيه نشكره ونشكر مديريه الامن ونشكر كل اللي جه عندنا هنا وظبط الدنيا كلها الحمد لله. الموضوع خلص في ربع ساعة، فلك الحمد والشكر يا رب. عمارة في ظهر ديت آخر دور فيها ولع، لما ولع قام جاي لازم يدخلوا يطفوه من هنا، قام جاي لاقط في آخر دور عندنا في العمارة هنا السكن بتاع البوابة. الكلام ده كان في حدود الساعة كام؟ الساعة 1